الرئيس السيسي يشهد اليوم حفل عيد المعلم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور عدد من المسؤولين. لليوم الثالث البنوك تواصل طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة وسط إقبال كبير من المواطنين. وضبط 22 مشتبها فيهم وتدمير 3 بؤر و4 أنفاق في حملة أمنية بشمال سيناء. أسعد الله صباحكم بكل خير إليكم نشرة الأخبار، حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل عيد المعلم بحضور رئيس المجلس القومي للمرأة ميرفت تلاوي ووزير التربية والتعليم محمود أبو النصر وعدد من المسؤولين. ويقوم الرئيس السيسي بتكريم المعلمين المثاليين والموهوبين والحاصلين على جوائز عالمية. وإلى شهادات استثمار قناة السويس، حيث تواصل البنوك اليوم استقبال المواطنين لشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة. بدوره أعلن هشام رمز محافظ البنك المركزي أن حصيلة بيع الشهادات أمس بلغت 8,500,000,000 جنيه، وكانت حصيلة اليوم الأول من طرح بيع شهادات استثمار قناة السويس بلغت 6 مليارات. إقبال غير مسبوق من المصريين في اليوم الثاني لطرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالبنوك، إقبال يعكس مدى حرص المصريين على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، لا سيما أن هؤلاء البسطاء يعتبرونه مشروعا قوميا ويتوقعون أن يسهم في تحريك الاقتصاد من عثرته. وكان المشهد الأبرز أن غالبية المتوافدين للاشتراك في الشهادات من البسطاء ومحدود الدخل الذين يرون في الشهادات مساهمة منهم في مشروع قومي سينهض باقتصاد بلادهم. وإلى الملف الأمني، حيث نجحت قوات الأمن في شمال سيناء في ضبط 22 مشتبها بهم وتدمير 3 بؤر إرهابية و4 أنفاق كانت تستخدم في التهريب بين مصر وقطاع غزة. وفي سياق متصل، أصيب شخص بطلق ناري من مجهولين برفح بشمال سيناء وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب طفل في انفجار لغم بالشيخ زويد وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إخطار الجهات الأمنية المعنية. وإلى الولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيشرح للأمريكيين وقادة الكونغرس هذا الأسبوع خطته لشن بعض الهجمات ضد متشددي تنظيم الدولة داعش الذين قد يصبحون في نهاية المطاف خطرا على الولايات المتحدة. ويلتقي أوباما مع قادة الكونغرس بعد غد سعيا لنيل دعمهم لمواجهة داعش، فيما سيلقي خطابا للشعب الأمريكي يوم الأربعاء المقبل حول هذا الموضوع. وإلى الشأن الرياضي، حيث إنه يبدأ المنتخب الإسباني اليوم رحلة الدفاع عن لقبه الأوروبي، حيث يستضيف المنتخب المقدوني في مدينة فالنسيا ضمن مباريات تصفيات كأس أوروبا 2016. وفي إطار استعداداته للمواجهة، استدعى المدرب فيزنتي ديل بوسكي اللاعبين منير حدادي وباكو الكاسير ليلعبا مباراتيهما الدولية الأولى أمام المنتخب المقدوني المصنف 76 عالميا والذي يسعى للوصول إلى بطولته الكبرى الأولى في مجموعة صعبة. كانت هذه نشرة أخبارنا، نلتقيكم على رأس الساعة، شكرا لكم.